روح للشيخ محمد كمان. كلمني عن الوضع في سيناء، الوضع 9 فبراير ما قبل وبعد 9 فبراير واليوم، لانه زي ما بقول كده انه دايما في شائعات، في اعلام معادي بيتكلم عنكم بشكل عجيب، فاحنا هنسمع منكم انتوا اللي هتقولوا لنا الحقيقه ايه في سيناء. الحقيقه ما قبل 9 فبراير كان اي مواطن سيناوي صعب انه يامن على اولاده واسرته وعلى نفسه كمان، لكن نعمه الامن ما بحسش بها غير اللي افتقدها. فاحنا افتقدنا الامن والامان في الفتره السابقه قبل العمليه الشامله. قبل العمليه الشامله اللي هي 9 فبراير. 9 فبراير يعني كنت أين وعلى بيتك على اولادك انتوا نفسكم، انت لازم كان تحرس بيتك، يعني ما ينفعش تطلع وتسيب اولادك قلقان عليهم، ما تنفعش تطلع بعربيه وتمشي على الطريق، ما ينفعش تسافر، لو تعطل بك العربيه على الطريق معرض للخطر. لكن بعد 9 فبراير اقسم بالله العظيم ان يعني احساس الناس واحساسنا احنا ان فرض سياده الدوله والقانون على شمال سيناء اول مره في الحياه الواحد يحس بيها من بعد 9 فبراير. قبل كده ما يعني ما حدش يزعل ولا اي حاجه، ما فيش سياده للقانون، احنا هنا موجودين عشان نقول الحقيقه. لا اي حد من اللي كان من المسؤولين اللي خدموا في سيناء ما فيش سياده للقانون قبل 9 فبراير زي بعد العمليه الشامله. قبل 9 ما كانش موجود سياده الدوله، سياده الدوله ما فيش احساس ان كان في يعني انت في امن وامان في المنطقه، لا انت كان معرض للخطر في اي مكان تمشي. لكن بعد العمليه الشامله بفضل الله وفضل القوات الموجوده في العمليه الشامله، ربنا يعني وفق القوات ان هي تقضي على البؤر الارهابيه وتدكها في معاقلها. يعني قبل ما اروح للشيخ سالم، ايه لا حضرتك كنت بتخاف من ايه؟ انك حد يعمل يغتالك يخطفك امر طبيعي، ده كان موجود في سيناء طبيعي، يعني لنا يعني لا يقل عن اكثر من 700 شخص من شمال سيناء بما فيهم يعني قريه كامله اللي هي الروضه، يعني تم اغتيالهم وقتلهم بخسه ونداله صحيح على ايدي احقر بشريه يدعون الاسلام بالتزييف والاسلام منهم براء. يعني وضع كان غير امن على ابناء سيناء كلهم، لكن دلوقتي الدوله فارضه سيادتها والقانون فارض سيادته على كل شبر في شمال سيناء. يعني طيب شيخ سالم، وانا هرجع لحضرتك تاني شيخ محمد.